فهذه الدعوة والله ذا يعني قروش كل يعني أحزاب الضلال تصوف بأجملها. يا أخي حامد بابكر كان عندنا في تشاد في رمضان ده، في رمضان ده ليه الصوفية كلهم شيف كبيرهم ده شنو محمد اسمه شنو شيك تشيكسي ولا بيقول له طاف ايش ده مشى هولندا ليه بل ده ما اسمع يعني ما سأقول نهاية لأنه الناس اللي عرفوا حقيقته شنو يعني ما في زول بيقبلوا لا مجتمع بيقبلوا حتى أهل المبدا في حارته وطردوه مشوا يضيري ده مشى أمريكا عنده فيديو هالعام ده صف الأول وأوباما وأنا مع أوباما وسوف يتم تعاون مع غرب يعني لمواجهة فكر كذا الناس كله شاهدوا الكلام ده أي ذول يعرف الحق والله الذول يعني يحكم بعقله ويريد الحقيقة سوف يقتني بهذه الدعوة لأنه ما في شيء مطسوس أصلا فالدعوة أصلا اتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والله شايفنا بأظهارنا لكن ما كان نظيفة التوحيد توحيد حتى الإجم يعني الناس لا يعرفون اللغة العربية صحيحة لكن يعرفون التوحيد إنه لا نجاة إلا في التوحيد وأنا أشهد على أهلي يعني غير القبائل الأفريقية والله حماجية لكن أينما وجد الإنترنت ندخل نستمع المحاضرات دي لا تستفيد عليه رحمة الله أحمد سيد الشباب ردوا عليه وكان يعني حتى أتى كمرون وغيرها لكن هو أيضا تكلم لكن ما تكلم بالتوحيد بهذه التفصيل وعبارات صريحة إلا هؤلاء ونحن نسأل الله تعالى أن يمد هذه الدعوة لأنه أي زول يدعو للتوحيد وبمنهج السلفي صحيح دان هنا الزول نزاته حميد بابكر كلامي ده جاء هناك في تشاد في رمضان ده وعمه هو شيخ كبير وفي السودان وله محاضرات ورد على الشباب ديل وكلام كثير والله شباب ديل شباب السلفيين في المنطقة قابلوه بالمناظرات ديل هذه المناظرة انت ومذمل وكذا انت ليش تركت السودان بما فيه اكثر يعني دعاة التوحيد وانت تكرههم ده موجودة ليش ما رديت عليهم وجيت السودان يوم جاء في التشاد جاء بثلاثة يعني شوالات واكثر من الحجبات وغيره زول جاء للسوق فده أنا كلامي فده الكلام يعني فنسأل الله تعالى أن يمد على هذه الدعوة وأنا ما عندي كلام كثير جزاك الله خير وأنا هنا دارين نختم وجزا الله خير أخونا ذا العلق التعليقات دي ونحن عندنا تعليق على ما ذكر يعني من الكلام الطيب والثناء الذي أثنى به على إخواني ونحن والله أنت كونه من بر السودان ولا من داخل السودان وكذي أنت في النهاية أخونا في الله سبحانه وتعالى والله تعالى قال إنما المؤمنون إخوة وده اللي بيلم الدين وده اللي بيجمع القلوب وبيجمع المسلمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وبلال من الحبشة وسلمان من فارس وصهيب من الروم وصحابة من المدينة كسعد رضي الله عنه ابن معاذ وهكذا الذي جمع قلوبهم هو الله تعالى بهذا الدين وبهذا المنهج فإنت أخونا وأخواننا ذيل الشباب ذيل الموجودين حتى لما ما نعرف أسماؤهم والله كونوا قعدوا وسمعوا وقبلوا الدعوة دي وهي دعوة الكتاب والسنة ودعوة التوحيد ده بسرنا هنا أخواننا في الله سبحانه وتعالى ونحن ما عندنا فضل لا نحن لأخواننا ذيل ما عندنا أي شيء إذا كان موسى عليه السلام تولى إلى الظل وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير يتواضع إلى الله سبحانه وتعالى فنحن من باب أولى ما عندنا أي شيء الله هو خلقنا وهو أنطقنا وهو النشر دعوة بين خلقي ولكن جئنا بهذا المعين الطيب نقدمه للأمة ولكل أحد وما دارين من زول شيء دارين الناس تكون على الكتاب والسنة بفهم السلف ودعينا الناس إلى توحيد الله تعلق بالله سبحانه وتعالى زي ما ذكر الأخ الكريم ودعينا الناس إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وترك هذه الآثار وهذه القيود التي ترميها هذه الجماعات والأحزاب في أعناق الشباب ويقودونهم إلى المهالك تترك كلها تبقى حر ومستقيم على دين الله سبحانه وتعالى حتى يرضى عنك ونحن إن شاء الله كل أسبوع بنجي إن شاء الله وكل فترة الناس بألنوا لهم بنجي نقيم الأركان دي ورأينا من الناس إقبال وخير وإنصاف وناس كتار تكسروا في المحل دي دعاة بتاعين باطل يا أنا كنت طالب 2009 هنا عبد الواحد ده قريب 9 سنة كل امتحانات يجي يسوي إزعاج للطلبة عشان يسوي مشاكل وهو إلى آخره الحمد لله يتكسر في المحل دي تكسير عظيم جدا حتى ناسه في المدرسة بعض الأساتذة وكذي والطلبة عرفوا الحاصل وعرفوا زول بتاع كوراك ساي من قطب الجابة
يعني هرسوه والله يتقبل وشيوخه وحامد ده برضه في محلات كثيرة. ومرة مشينا بزبد منطقة من المناطق معروفة، مشينا بزبد بعدين سمعنا إنه حامد في الضعين، وأنا مشينا لواحد شيعي هناك في بزبد، وناس المنطقة في بزبد قبلوا ما شاء الله فيهم خير. بعد ذاك الشيعي ده قاعد أخواننا ديل وصلوا في بيته، ناس مزمن له خشوا له جوا في البيت وكذي. المهم أنا ذا تحيرون إن زول بخش له لافعة جوا في الجحر، ناس كان عانين ولا الحاصي شو. بعدين خشوا له جوا وجو لما مرقنا، المهم قاعدين في البيت يا قبل الدخلة دي يا بعدها، فقالوا حامد في الضعين. فواحد قال أنا عندي رغمه، زول من أخواننا برضو مسخين شديد اسمه تاب، يقول لا تقلي خليه اسمه إذا نجيب له مشاكل. بعدين مسخن برضو نار مولعة جزاه الله خير الله يحفظه، فقال أنا عندي رغمه، فاداه لي طيفور. طيفور دخل له ذاته يفرفر حامد، السلام عليكم يا حامد. قال لي عليكم السلام. والله يا حامد قال له إن قاعدين طق قفل الخط طوالي، يا ناس الشغلة دي وعرفوا الناس الحاصل والله يتقبل، فالشغلة دي منتشرة وبفضل الله سبحانه وتعالى، فنحن الدارين منكم تنشروا هذه الدعوة بين الناس وبين الخلق، وهي ما حق الزول لي دعوة الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا جميعا على حسن السماع، الله يتقبل وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا.